حلقة النهاردة هنبتديها بين السماء والأرض. حلقة بتقول السماء والأرض دي، ده موضوع كبير في الثلاثي الحياة والدين والعلم. في الحياة حياتنا كلها بين السماء والأرض، الإنسان دائم النظر إلى السماء وفي الأرض بيدور على رزقه. مستقبله حياته ما بين النظر إلى السماء وما بين البحث في الأرض وكمان العلم، لأنه بيكمل الحياة. فكان طبيعي لأن العلم هدفه في الآخر يخدم الحياة إن هو يبحث عن كل ظاهرة غريبة في السماء وفي الأرض. والعجيب يا جماعة إنك تفاجئ إن الدين كمية الآيات اللي بتتكلم عن السماء والأرض، ومش بس بتتكلم عنهم، إنه انظروا في عظمة الخلق، ظواهر في السماء والأرض، قضايا في السماء والأرض، أشياء ناخد بالنا منها في السماء والأرض. تعالوا نبدأ النهاردة بالدين، في أول حلقة وناخد موضوع بسيط. يقول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. سورة الطارق. ربنا بيقسم بظاهرتين، واحدة في السماء والتانية في الأرض. في السماء إنها ذات الرجع. يعني إيه الرجع؟ الرجع هو العودة إلى المكان الذي كان منه البدء. خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم، نقف هنا. يعني إيه؟ أنا دلوقتي مش هروح لتفسير، إحنا اتفقنا إن في طريقة وفي منهجية، مش هروح لتفسير وأقول والرجع يقصد به ويراد به. لا اللغة، الرجع هو إيه؟ الرجع هو العودة إلى المكان الذي كان منه البدء. ده منين؟ من المعجم. ده طريقة البرنامج. يعني القرآن بيقسم إن السماء بتروح وبترجع؟ إحنا ما نعرفش. أحسن حاجة لما تكون مش عارف ما تفتيش، تسكت خالص وترجع للضلع التاني اللي هو ضلع الإيه؟ ضلع العلم. تفهم، ما لقيتش حاجة تقول قال الله وصدق الله وتسكت. يا سلام، محترم أنت كده، لكن ما تلويش الآيات عشان شفتوا الإعجاز العلمي. فيطلع واحد من الشباب يقولك بس مش ده معناها، والعلم ما أثبتش كده. فبدل ما الناس تكذبك أنت يكذبوا القرآن، حرام عليك ما تعملش كده. طب ما هنعمل إيه؟ معقول إن القرآن بيقول لك والسماء ذات الرجع والرجع هو العودة إلى المكان الذي كان منه البدء؟ صدق الله العظيم، خلاص ما نعرفش لغاية ما نشوف. طيب، ويبقى الرجع كمان بمعنى إيه؟ الارتداد. والأرض دي الظاهرة الأولى. طب والأرض الظاهرة التانية اللي ربنا أقسم بيها؟ والأرض ذات الصدع، هي الأرض بتتصدع؟ معقول الأرض تتصدع وهي كتلة صخرية شديدة التماسك؟ وبعدين بيقول وقسم بالظاهرتين دول إنه لقول فصل، هذا القرآن صادق. ده يبقى بيدللنا بالظاهرتين دول، إذا شفتوا الظاهرتين دول فاعلموا أن القرآن صادق. ده معنى جديد جدا جدا جدا. ده معنى كأن ربنا بيقول لنا إذا رأيتم بأعينكم أن السماء ذات الرجع وأن الأرض ذات الصدع إنه لقول فصل فاعلموا أن القرآن صادق. طب ما هو العربي مش فاهم يعني إذا السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع هيؤمن بها كده. هو كأن الآية دي بتكلمنا في عصرنا. تعالوا نشوف العلم بيقول إيه. تعالوا نشوف لما جه أينشتاين بنظرية النسبية اللي أبهرت العالم وعرف الجاذبية التعريف الصحيح بتاعها اللي خلاص بقى كلام مستقر ومنتهي. أينشتاين قال إيه؟ أينشتاين قال ببساطة إن تفاحة نيوتن ما سقطتش بسبب إن في قوة سحبتها من تحت تجاه الأرض، ما تشدتش لتحت، لكنها سقطت بسبب إنها دفعت دفع من فوق لتحت تجاه الأرض. العكس، عكس ما نيوتن قال إنها تشدت من تحت. لا، الجاذبية الصح زي ما أينشتاين عرفها. أنا دلوقتي مش بتكلم أنا بره الموضوع، أنا مش عالم، خلي بالكم دي نقطة كمان مهمة قوي، ولا جاي في البرنامج ده ادعي إن أنا عالم. يا عم أنا ناقل لكلام علماء بعد ما تأكدت منه من علماء. زي ما أينشتاين عرف الجاذبية صح، مصدرها فوق من الفضاء إلى الأرض، عكس نيوتن ما عرفها. لأن بعد 100 سنة من اللي قاله أينشتاين ونيوتن وغيره، وعلى غرار مبدأ لكي يطمئن قلبي، وبالتحديد في يوم 11 فبراير 2016 وقف واحد فيزيائي اسمه ديفيد ريتس يصرخ ويقول زي ما نيوتن قالها زمان، وجدتها أصله كان قائد فريق البحث اللي قاعد يرصد بتكنولوجيا الليزر الليجو الأمواج الثقالية أو موجات الجاذبية اللي فعلا بتصل من الفضاء إلى الأرض.
وعلى فكرة الراجل دون والفريق اللي معاه تم ترشيحهم لجائزة نوبل بالفعل لأنه هم قدروا يثبتوا صحة كلام أينشتاين بعد 100 سنة من وفاته. وبالدليل القاطع إيه؟ بالليزر، بالصور. لقوا إيه؟ لقوا فعلاً أن مصدر موجات الجاذبية هو دوران ثقبين أسودين حوالين بعض في الفضاء، ودورانهم ده بيعمل موجات 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 جاذبية بتصل من الفضاء للأرض وبتعدي من خلالي ومن خلالك وتدينا تقلنا، لأن في جاذبية فبتدينا تقلنا إحنا وكل شيء على الأرض. ولولا جاذبية الثقب الأسود تتوه الأرض في متاهات الفضاء زي ما سفينة ممكن تتوه في متاهات البحر لو مش رمية المرساة أو الهلب بتاعها. وبيقول إن بفضل جاذبية الثقب الأسود اللي جاي من الفضاء إلى الأرض، الأرض راسية في مكانها ممسوكة، وكل حاجة عليها بما فيها أنا وإنت راسيين وكل اللي حوالينا ده راسيين في مكاننا. وقال أينشتاين كمان وده المهم هنا إن موجات الجاذبية دي بتعمل تمدد وتضاغط زي القبض والبسط لنسيج الفضاء. أقف، يعني موجات الجاذبية الجامدة دي بتخلي نسيج الفضاء يمتد يتمدد وإن كان مش يتمدد، قبض وبسط قبض وبسط حوالينا بصورة مستمرة، كما لو كان إن الأجسام الفضائية أو الأجرام السماوية زي الثقب الأسود مثلا بيتحرك بيعمل ارتدادات على سطح الترامبولين. عارفين الترامبولين والولاد الصغيرين وهم بيتنططوا على الترامبولين؟ أنا مش أنا اللي قلت كلمة الترامبولين دي، مش وصفي أنا، ده وصف أينشتاين. وده كمان اللي رصدوا فريق البحث اللي عملوا الليزر اللي قلتلكوا عليهم اللي هياخدوا خدوا جايزة نوبل ده تمام، وقالوا كده. مش أنا برضو اللي بقول إن اللي بيحصل في السماء نتيجة الجاذبية دي والموجات دي زي ما طفل صغير بيتنطط على سطح الترامبولين، الأجرام السماوية زي الثقب الأسود كده بتتحرك في السماء بتحدث موجات جاذبية بتعمل تمدد وتطاغط في صورة ارتدادات لنسيج الفضاء. على فكرة يا جماعة تشبيه السماء بالترامبولين ده تشبيه مش أنا اللي حطه، ده اللي حطه أينشتاين بالحرف الواحد مش كلامي أنا، وهو اللي قال كده. ويعني زي ما الطفل بيتنطط مشدودة كمان. ومن ساعتها أساتذة الفيزياء لما يجوا يوضحوا الجاذبية لازم يستخدموا الترامبولين كمثال توضيحي للفضاء والارتدادات اللي بتحصل عليه. بقول لكم وأنا شفتها، أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول إن القرآن برضو قال لنا إن سماء الكون بتتميز بخاصية الارتداد. مش هو ده معنى والسماء ذات الرجع؟ هو الرجع يعني إيه؟ أنا مش عايز تفسير، أنا مش هعمل كده، أنا جبت أينشتاين وقلت إنها اتأكدت يعني حقيقة علمية مثبتة، أنا مش هعمل حكاية اللوي. بس في حقائق برضو يا جماعة، يعني أنتوا بتقولوا إحنا مش عايزين نسمع إعجاز علمي لأن الناس ضحكت علينا، صح معاكم حق، بس في حقائق برضو، يعني ما إحنا برضو لازم نحترم الحقيقة. القرآن بيقول والسماء ذات الرجع، والرجع هو العودة إلى المكان منذ البدء. لو في قوة خلت نسيج السماء أو الفضاء يتمدد حيرتد تاني ويرجع زي الترامبولين بالظبط. يعني حاجة رهيبة. أنت متخيل بتشبيه الحركة ورجوعها زي الطفل ويرجع تاني بهذه الصورة؟ طب آدي صفة الفضاء بتاعنا، صفة السماء بتاعة الكون اللي احنا عايشين فيه. احنا ما عرفناش الكلام ده غير لما أينشتاين قدم نظرية النسبية وشبه نسيج السماء ونسيج الفضاء بالترامبولين 1916، بس 1916. لكن صدق الله العظيم لما كان العربي من 1400 سنة بيسمع والسماء ذات الرجع ويقول صدق الله ومش فاهم، وأنا وإنتوا برضو كنا بنسمعها. عشان كده ربنا وصانا بالعلم، البرنامج ده بيحب العلم قوي وبيحترم العلماء قوي. شكراً أينشتاين، أثبتت معنى الرجع. يا صدق الله، مين اللي عرفك يا رسول الله إن السماء ذات الرجع؟ طب العلماء التانيين فسروها إيه؟ قالك السماء ذات الرجع إنها بترجع المطر. نحترم الأراء بس ده أقوى بكتير اللي إحنا بنقوله. طيب ده النصف الأول من الموضوع. طب والقسم التاني لربنا والأرض ذات الصدع، إزاي يعني الأرض بتتصدع؟ أنا على حد علمي إن صخور الأرض صلبة جدا يعني مش ممكن تتكسر أبدا، بس ربنا قال والأرض ذات الصدع.
وكتلة الأرض دي كتلة صخرية يا جماعة شديد الصلابة، يعني ربنا بيقسم إن الأرض بتتصدع. خلي بالكوا الصدع غير الشق، يعني غير لما ربنا يقول إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. الشق غير الصدع بكتير، الصدع ده شرخ عظيم في طبقات الأرض. الصدع ده مش علشان يخرج منه زرع، لكن الشق هو علشان يخرج منه زرع، حاجة بسيطة. عشان كده قال إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأخرجنا منه ده بتاع الزرع. لكن الصدع شرخ عظيم وربنا بيقسم بيه، شرخ عظيم في طبقات الأرض. طيب بس هو أصلا ما فيه صدع في الكرة الأرضية، الكرة الأرضية متماسكة، ما فيه صدع. لا فيه صدع، في صدع. لا أنا بتكلم يعني مش حفرة، يعني أنا بقولك أنا متخيل كلمة صدع، يعني مثلا صدع كبير يعني يفصل قارة عن قارة مثلا. أيوة ربنا أقسم بالأرض ذات الصدع، الأرض بتتصدع. فين ده مش موجود؟ لا موجود، في صدع كبير قوي وموجود دلوقتي وتحول إلى مزار سياحي للي عايز يروح يزور يعني، بس ربنا يديكوا القوة والفلوس لأنه بعيد شوية. يعني موجود فين؟ موجود في أيسلندا. اسمه إيه؟ اسمه سليفرا. الناس بتغطس فيه عشان تنزل تحت فتفاجأ بأن الصدع موجود. أنا شفته طبعاً، ما روحتش بس شفت الصور بتاعته. ينزل الغطاس ويحط بإيديه الاتنين في نفس الوقت، يعمل بإيديه الاتنين كده ما بين صدع كبير موجود ظاهر من فوق من الأرض ونازل لغاية تحت. حتى قالوا إن الصدع دون هو اللي بيفصل أوروبا عن أمريكا الشمالية، يعني تلاقيه قاسم أيسلندا كده نصها أمريكا الشمالية ونصها أوروبا. فلما ينزل الغطاس ويعمل بإيديه كده بيقولوا، هما بيقولوا والمزار السياحي بيقول كده والصور اللي بتتوزع، واكتب يعني ادخل ترافل واكتب أيسلندا واكتب بيقولوا ايه؟ بيقولوا انت كده انت لامس قارتين في نفس الوقت، وبيسموه صدع وبيقولوا عليه صدع. لكن ليه بيحصل الصدع اصلا؟ بيحصل لان في قوه تمدد اجزاء في الارض عن بعضها تبعدها عن بعضها. نسيج الارض الصخري ما بيتمطش، ما فيهوش الصفه دي فبيتصدع. الصدع اللي بكلمك عليه ده موجود في أيسلندا. أظن ما كانش حد من شبه الجزيرة العربية أيام الإسلام هيسافر أيسلندا اللي موجودة على الجانب الآخر من خريطة العالم عشان يتأكد إن الأرض فيها صدع. ده أنا وإنت ما كناش نعرف، ده كل العلماء أصلاً كانوا بيعتقدوا إن الأرض من الصلابة الكافية اللي مش ممكن تتصدع. ثم إن الصدع اللي موجود في أيسلندا دلوقتي دون واللي بيعتبر مزار سياحي نمبر 1 يعني في أول حاجة في أيسلندا وبيعتبر من أفضل مناطق الغطس في العالم، الصدع ده اتفتح سنة 1789 يعني بعد نزول القرآن بعشرات القرون. ثم إن أول حالة صدع سجلها العلم بعد كده كانت 1927 في صحراء الأريزونا. ايه ده؟ ده انت بتتكلمني على حاجات تصدعات احنا ما كناش نعرف الكلام ده. وكتاب مشهور للعالم جرادلين موريس وزملائه لسنة 1962 هم اللي قالوا الكلام ده. يعني اذا ما كنتش هتفهم يعني ايه والسماء ذات الرجع قبل اينشتاين 1916، وما كنتش هتفهم يعني ايه والارض ذات الصدع إلا لو سافرت لأيسلندا 1789، أو إنك تقرأ كتاب في العلم عن أول حالة تصدع سجلها العلم 1927. يا جماعة مفيش أسهل من كده تصور للأرض والسماء في الكون اللي إحنا عايشين عليه. لو تمدد نسيج الفضاء أو السماء هيرجع زي ما نسيج الترامبولين بيرجع، ولو تمدد نسيج الأرض هتتصدع. عشان كده ربنا أقسم بالاتنين مع بعض، لأن الاتنين له علاقة بنسيج السماء ونسيج الأرض. كأن ربنا بيقول لنا أنا بقسم بحاجتين، الأولانية لو حصل تمدد نسيجها هترجع زي ما كان الترامبولين رجع، لكن التانية لو حصل أي حاجة في نسيجها مش هترجع، دي هتتصدع. لا إله إلا الله، يقسم بظاهرتين أنت ما تتخيلش أن لهم علاقة ببعض، لأن معرفش العلم إلا بعد مرور عشرات القرون على نزول القرآن بيهم. ربنا أقسم بالاتنين دول، لكن قال لنا بقية الآية مهمة قوي: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. نعم يا رب، لماذا تقسم بذلك؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا القرآن حق وليس هزل.
إيه رأيكم؟ أنا ملاوتش آيات، أنا قلت حقائق علمية بأسامي علماء بتواريخ، وملجأتش لتفسير مش دقيقة. أنا فسرت معنى الكلمة زي ما هي، ما فسرتش، أنا قلت معنى الكلمة زي ما هي، طلع فعلاً بالحرف الواحد. إيه اللي بالحرف الواحد؟ العلم والدين، ما فيش صدام. ده برنامجنا ودي حلقتنا، وأسبوع ورا أسبوع مكملين، نزداد علماً ونزداد إيماناً. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية الأسبوع الجاي. شكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.